لحظة انا الكشف قدامي هاخد كل اللي موجودين ان شاء الله حسب ترتيب بقى الكشف دلوقتي وكله هيقول وكله هنسمع وفي النهاية هنسمع للشعراء الكبار من العراق الشقيق نستمع اليهم وتستمعون اليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المرأة وفضل المرأة في الحياة كبير، فتحمل هم الإذاعة كالجبال، وفي محرابها تعطي الكثير وتنسى طموحها وسط الليالي، فهي ضياء مصباح منير وحديقة غناء بالأفضال، يفوح منها المسك والعبير وهي الموصوفة بالجمال، محاربة في الصعاب قوية إذا أتيح لها متسع المجال. وحب المرأة في الدنيا كمثله صعب المنال، فهي الأمومة والطفولة والسعادة بلا جدال، ولفضلها على الرجال كثير فلها منا التحية والإجلال. طبعا احنا عارفين ان جنودنا هم اللي كانوا السبب في نصرة البلاد طبعا، فوراء الجنود أم عظيمة هي اللي علمتهم وهي اللي ربتهم على الجهاد وعلى حب الجهاد وعلى حب مصر، وأب عظيم أيضا. لذلك أنا قلت قصيدة، أقول بقى قصيدة وطنية صغيرة برضه مش هطيل يعني. الله أكبر الله أكبر نحل النصر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. مفيش واو. لا الله أكبر. أنا بردد الأذان كمان يعني في البيت، بس في البيت. الله أكبر نحل النصر. الله أكبر نحل النصر. في شعر يا جماعة وفي تسجيل بيتسجل، في فيديو بيتسجل. الله أكبر نحل النصر. لما كنت في الحضانة والدي كان دايما يقول لي، كان يقول بلدك أمانة وكل واحد فينا جندي، قال لي يا ابني لما تكبر هتشيل بإيديك المدافع أمل إنك تبقى ضابط تحمي بلدك، أنت سامع؟ وأمي كانت تقول أمين يا الشهادة أو تعود منتصرين، علشان كده سموني نافع. قوم يا نافع روح ودافع عن بلدنا الحلوة مصر، كبروني وهيئوني وجهزوني لأجل النصر، من طفولتي عودوني ان امي هي مصر، هيئوني للجهاد حببوني في الشهادة لاجل نصرة البلاد لاجل تحقيق السعادة، وفي وقت الندى لبيت وسلاحي شلته في يدي، وفي وقت الندى لبيت وسلاحي شلته في يدي، وبسرعة اوام هميت لاجل تفضل مصر بلدي، لاجل اسمع تاني ضحكك، لاجل رجع ليكي فرحك، وفي ساعات ما حين ألمك رد صوتك بعد صمتك، ورفعتي لله كفك يحميكم ورفعنا علمك. الله أكبر بلدي مصر كرامتها غالية عليا، الله أكبر محلى النصر ويا محلى طعم الحرية، يا محلى طعم الحرية. شكرا. شكرا أستاذة عمر.